بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ سمعنا فين بقى سيرة الليسر بتروز النيرف؟ سمعنا سيرته مع عدة مواضيع، يعني مع موضوع يسمى الأوتيك جانجليون، مع موضوع يسمى النيرف سبلاي اوف ذا باروتيك جلاند، وده طبعا العريس بتاعنا اللي هو الليسر بتروز النيرف. الحقيقة انه الليسر بتروز النيرف هو يعتبر برانش من التيمبانيك بلكسس، والتيمبانيك بلكسس هي تعتبر الأعصاب الموجودة بداخل التيمبانيك كافيتي وبداخل الأذن الوسطى. عشان كده أنا هجيب لك رسمة الأذن الوسطى مرة تانية، اللي هي الرسمة اللي كانت ما كانتش عاجباكوا دي، خلاص كده أجيبها لك تاني لغاية لما إيه تحفظها، لأن رسمة الأذن الوسطى هي مهمة مع الليسر بتروزل، مهمة مع الجريتر بتروزل، كمان يمكن مهمة مع طبعا الأذن مع الميدل إير لما نيجي ندرس الميدل إير، مهمة مع حاجات تانية بس مش هقولها، خلاص كده. طيب المهم يعني ايا كان انه الليسر بتروز النيرف بيبقى طالع من التيمبانيك بلكسس وبعدين ماشي ماشي راح يتدلع يمشي 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 لغايه لما يروح لجنجليون تسمى الاوتيك جنجليون، خلاص كده. وبمناسبه الاوتيك جنجليون دي كانت ريليتد من حيث السايت، من حيث الموقع، لنيرف يسمى المانديبولار نيرف، نيرف يسمى المانديبولار نيرف. وفي الحقيقه يعني هي المعلومه دي بتلزمني قوي النهارده. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان هنا احنا عندنا شباب في فرم من هنا في الحته دي كده، واخد بالك، اسمه الفورامين اوفال. حتى واشوف انا رسم بيضاوي، تعال نشوف كده لون تاني عشان هنا الالوان الازرق كتير، جيب فحلوقي كده. لو اقول لك بص تعال ندخنه شويه، نحب نلعب شويه معلش. نفترض مثلا ده الفورامين اوفال، بس بعافيه شويه، خلاص كده. دلوقتي يا عم الحاج المانديبولار نيرف ده موجود داخل السكال او داخل الجمجمه، عايز يطلع بره، هيطلع من خلال الفورامين اوفال، ماشي؟ نرسمه اكبر شويه كده، يطلع من خلال الفورامين اوفال. برضو عندنا الليسر بتروز النيرف ده عايز يروح للاوتيك جانجليون، هيمشي يمشي يمشي ويروح للاوتيك جانجليون. هنا هتلاحظ يا شباب انه الاستراكشرز بتطلع، يعني الاستراكشرز هنا بتطلع من ايه؟ بتطلع كده، بتطلع من جوه السكال وتنزل، واخد بالك، تنزل بره. غير الجريتر بتروز النيرف كان بيبقى عباره عن ايه؟ كان بيبقى الفورامين عامل كده، وكان الجريتر بتروز ماشي، واخد بالك كده، اكروس بيعدي الفورامين وانا كنت بخش اجيبه. لا انما هنا لا، هنا الاستراكشر نازله لي اصلا، يعني هنا المانديبولار نيرف واخد بالك نازل، والليسر بتروز النيرف برضه نازل، فاهمني؟ نازلين طالعين بره السكال، فانا بلقطهم عادي. قصه كده يعني مالناش دعوه بيها برضه. خلاص كده. المهم عندي يا سيدي الناس انه الليسر بتروز النيرف ده عشان ينزل للاوتيك جانجليون بيعدي من خلال فورامين يسمى الفورامين اوفال. المانديبولار نيرف كمان يعدي من خلال فورامين يسمى الفورامين اوفال. طب انا هسيبك كده، لا ما انا هجيب لك رسومات. طيب بص انا رجعت في كلام عشان انت ما تزعلش بقى، عشان ما عادش نجيب رسومات يعني صعبه. اعرف كده بس ايه، يبقى المانديبولار نيرف والليسر بتروز النيرف الاثنين بيبقوا موجودين جوه الايه السكال، وبيطلعوا من خلال الايه يعني الفورامين ايه اللي هو الفورامين اوفال. عشان كده انت هتلاقي هنا الفورامين اوفال بيبقى فيه الليسر بتروز النيرف والمانديبولار نيرف. كده يبقى احنا عرفنا ان الفورامين اللاسرم فيه الجريتر بتروزل، والفورامين اوفال بيبقى فيه الليسر بتروزر، بس طبعا الليسر بتروزر بيبقى معاها النيرف اللي هو او معاه النيرف اللي هو اسمه المانديبولار نيرف. زي ما احنا قلنا الليسر بتروزر ده بيروح للاوتيك جنجليون، والاوتيك جنجليون بتبقى ريليتد من حيث السايت للمانديبولار نيرف، فالاثنين عامه المانديبولار والليسر بتروزر الاثنين بينزلوا من الفورامين اوفال. طب انا هجيب بقى يعني هجيب رسومات بتجمع ما بين الجريتر بتروزر والليسر بتروزر عشان نفرق يعني ما بينهم، نفرق ما بينهم في النظر يعني. يعني احنا جبنا في الرسومات اللي فاتت الجريتر بتروزل لوحده والليسر بتروزل لوحده، هنجيبهم مع بعض بقى، وما اعتقدش ان الرسومات اللي جايه هتعجبك. هبدا معاك بالجريتر بتروزل نيرف، دي رسمه شبه الرسمه اللي احنا جبناها قبل كده. طبعا دي برضو الميدل اير والتمباني كافيتي والاذن الوسطى ومش عارف ايه والكلام من ده. طبعا ادي هنا النيرف اللي شايفه، النيرف الكبير ده، بص اللي هو ماشي ده 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 كده كده، ايوه ايوه ده اسمه الفيشال نيرف اللي هو الكرينيال نيرف رقم 9. شوف هنا اسمه فيشال وهنا اسمه فيشال. طبعا هو هنا يا شباب مش بيبقى ماشي كده، يعني عشان نكون صراحه بس مع بعض، وبيبقى ماشي العكس، يعني هو واخد بالك بيبقى جاي من جوه من عند المركز بتاعه من جوه من عند البرين ستيم، وبعدين بيمشي كده 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 واخد بالك كده 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 واخد بالك، وبعدين يطلع. طبعا احنا كنا بناخد في الفيس من اول هنا، الفيشال نيرف يخرج من الستايلو ماستويد فورامين ماشي، ويروح ناحيه الفيس الباروت الجلاند، ويروح ناحيه توتو زوغ بدري ومحسوس ومش عارف ايه. دي اللي هي الاريا اللي بتبقى موجوده في الميدل اير. حتى في ناس كانت بتطلب مني في يعني انا اشرح برانشات الفيشال نيرف اللي هي موجوده هنا، بس كنت بعتبر الموضوع ادفانسد قوي، ما كنتش بشرحه مع الفيس يعني. كمل كان الفيديو جاي.